ماي جاد، ثلاثة من الحمم متجهين إلى تلتد. أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي، أتظن أنك تطمست هويتي ومحوت تاريخي. السلام عليكم شباب، معكم سبايدر، رجعت لكم بمقطع جديد عن فورتنايت. بمقطع اليوم متحمس كتير، في عنا حدث مرة أسطوري، حدث الموسم التاسع. صراحة ما بعرف شو ممكن يصير، انه ينفجر المكعب ولا مكعب قصدي البركان، او انها يصير يعني ينفجر لوت ليك، ما بعرف شو ممكن يصير. فيلا خلونا فورا ندخل الى المقطع. ما بعرف هاي الحركة بس حبيتها، خليكم مع المقطع. حاليا شباب دخلنا بطور خاص بهذا الحدث. او يا جوردن يا احول، خذ السلاح، خذ السلاح. اوكي اخذ سلاح، اخذت له المني. والله شكله اختفى. تعال 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 تعال، موت موت بيبي، ابلع. او يا غبي يا حبيبي يا غبي، سرقت لي كل وقعد بتنزلني لتحت. او 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 اوكي، لا تحاول لا تحاول، انزل انزل انزل. لاج دقيقه. او ماي جاد، هاللاعبين كلهم هون. هلا 19 ثانيه يا شباب. اوكي 6 5 أربعة ثلاثة اثنين واحد. أوه ماي جاد، الزون اختفى، الزون بدأ إنه يختفي. آه البوابة رح تنفتح. أوه ماي جاد، شو اللي عم بيصير؟ خليني أنزل مع اللاعبين. البوابة انفتحت، خلينا ننزل لتحت. وات، شو اللي قاعد عم يصير يا شباب؟ حاليا عنا الأسلحة ومكتب وكرة. شباب نحن في عالم تاني، الأصوات ما في صوت، الأصوات كلها راحت. الجدار عم يتكسر، الدرومجن عم يتكسر. اوكي بسرعة كسروا كسروا ام الدروم جن، خلونا نرجع الدروم جن الى اللعبه. يعني فورتنايت شوفوا اللاعبين قديش بحبوا الدروم جن، خالص ما بقى شيء وبتكسر الدروم جن. يلا يلا كلنا مع بعض في عالم قاعد بتكسر للباونسر. يا اتركوا اتركوا الباونسر، يلا والله ما بعرف انا سويت مهمه. يلا كلنا كلنا دروم جن، يلا يا اساطير يا ورع منك إلو. يعني ليش بدكم الباونسر؟ شو الباونسر؟ والله الدروم جان أحلى، صح الباونسر حلو بس الدروم جان أحلى، لأن كل أسلحة فورتنايت راحت. أوكي يلا يلا ما بقى شيء وبيتكسر الدروم جان وبيرجع إلى فورتنايت. كفو كفو يا أساطير، الدروم جان رح يرجع إلى فورتنايت. أوه ماي جاد، هاي الدروم جان، كلنا كلنا. اوه حاليا قاعدين بنطير، اخترنا السلاح اللي بدنا اياه، اخترنا الدروم جان. شو اللي عم بيصير؟ والله حدث اسطوري. وين نحن حاليا؟ اوكي حاليا نحن طلعنا ظلام، اخترنا الدروم جان وال البركان، البركان انفجر. اوه ماي جود، البركان انفجر. هاي الحمام وين راح تروح؟ اوه ماي جود، رتل رتل اتدمرت، رتل. اوه ماي جود، مرة تانية بترجاك لا تروح ولا تلتد، يا رب انها ما تدمر تلتد. اوكي اوه حد الجبل، خلص يا رب انها ما تدمر تلتد. لا لا تلي. اوه ماي جاد، ثلاثة
من الحمام متجهين إلى تيلتد. أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي أتظن أنك تطمست هويتي ومحوت تاريخي. تيلتد دمرت. يلعن أم البركان، أقسم بالله أنك بركان زبالة زفت كلب، دمرت العالم كلها، دمر أفضل مدينتين، أفضل مدن بينزلوا فيها العالم. ليش هيك قاعد بيصير ما بعرف. تلتها تدمر. يعني إذا رجع لدرومغان، تعال إذا رجعت لدرومغان أو إذا رجعت سلاح دمره مدن أسطورية دائما بنلعب فيها. تعال انزل أنت، تعال لا تحاول. إيه تلوني، أقسم بالله أني مصدوم يا شباب. تلتد اتدمرت حاليا. نحنا أوه ماي جاد، ظلام. أول مرة بلعب بطور ليلي، تحس كأنه يعني كأنك عم تلعب بالليل داخل فورتنايت. أول مرة ألعب هيك. فحاليا شوفوا كم دروب موجود عنا في منطقة لوت ليك. لازم اخ يا بركان، لو بيطلع بايدي لا كسرت امك وسكرتك. لا وقاعد بنفجر. ابلع تعال خلص من يوم ورايح. جلد تعال. او ماي جاد، جلد من يوم ورايح جلد. تعال يا كلب تعال. لا 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 او ماي جاد، فزنا. اوكي فزنا في طور لوت ليك. اوكي فزنا في طور لوت ليك. الحدث كان مرة اسطوري، حدث رهيب، لكن للأسف تلتد اتدمرت، ريتل اتدمرت. كان مقطع حزين شوي، فبتمنى منك انك توصل هذا المقطع الى اكبر عدد من اللايكات. وصلوه الى 7000 لايك. بيس اوت. We'll be right back.